السلام عليكم اخواني الاعزاء، كل عام وانتم بخير. الدراجة اللي معانا اليوم هي دراجة جالاكسي RL 800 النسخة الجديدة لسنة. والسؤال اللي بيخطر في بال الجميع، هل هي مختلفة عن اللي نزلت قبل كده في 2019؟ ده اللي هنجاوب عليه بالتفصيل. جاهل للنهاية. بنبدأ في شرح مكوناتها بالتفصيل، وهنقول لكم سعرها ومزاياها وعيوبها. طيب، الجالاكسي RL 800 النسخة القديمة كانت الفرامل بتاعتها فيها مشكلة، سبق وقلناها. النسخة ديت هم عدلوا، وده شيء يحسب لجالاكسي ان هم عدلوا من ماكينة الفرامل او كوبشة الفرامل. تمام. النسخة اللي نازلة معانا دي في منها لونين، في منها لون احمر في اسود، وفي منها لون اللي هو الازرق الجميل ده اللي قدام مننا. طبعا اللون الازرق ده جميل جدا، انا عن نفسي يعني بحب الالوان الزرقاء دي درجاتها يعني. طيب، الفريم نازل سايز واحد هو 54. تمام، في مكان لحامل زمزمية في الزاوية دي، وفي مكان لحامل زمزمية بالزاوية الأخرى، يعني تقدر تحط 2 آنية مياه أو 2 زمزمية في الدراجة، زائد المنفاخ طبعا اللي هو منفاخ الطوارئ. تمام، ده مكان اهو، ده مكان تاني. طيب، الهيكل الخارجي من الألمونيوم، الفرامل 3 قطع، دي مكنة السرعات، آلة الجر كلها، شيمانو كلاريس الشكل الحديث، وهو شيمانو أندونيسيا. ده الفرش أو الفورك من الألمونيوم. السورر جوي تيك سهلة الفك، كويك ريليز، يعني الجانت بيتفك بمنتهى السهولة. عايز تحملها في سيارة، عايز تحطها في البلكونة، عايز تنزل بيها تخزنها، مش عارف ايه، سهلة الفك. اتخرمت منك تفك الجانت وهتنزل تصلحه وتطلع تاني زي ما احنا شايفين. الفرش ألمونيوم، تيش الكرسي أو ماسورة الكرسي من الألمونيوم، وجاية على 2 إلن لظبط زوايا ارتفاع ونزول الكرسي أو مقعد الدراجة. يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي هي الماسورة فيها 2 إلن، ده الجدون، جدون مبطط، عطي شكل جمالي حلو. يعني جالاكسي يا جماعة بتحاول ترضي العملاء بتوعها على قد ما تقدر. احنا مش هنقول جدون ايرو دايناميك والبدنجان والكلام ده، هو جدون مبطط شكله كويس، يعني جدون بيحاول يقدم لك منتج. جالاكسي بتحاول تقدم لك منتج بسعر كويس جدا، منافس لماركات كتير جدا بدون ذكر اسامي، بسعر كويس. ده البار، بارات كلاريس طبعا، الدراع الكبير دوت اللي بيجيب التروس الكبيرة الخلفية، والدراع الصغير بيجيب التروس الصغيرة الخلفية برضه، وده الدراع اللي هو المسؤول عن كده بيفرمل. اوكي، كده بينقل على الترس الكبير، وده بينزل على الترس الصغير في التروس الأمامية. طبعا البوارات ديت الشكل الحديث، الشكل الجديد من كلاريس، ولو جينا شلنا الجلد هنلاقي ان هي شيمانو اندونيسيا. طبعا في فيديو سابق لانواع البوارات، وفي فيديو بيعرفك ايه هي البوارات وايه هي الشيفترات، راجع الفيديوهات السابقة هتستفاد ان شاء الله جدا. يعني ديت الفرامل حتة بقى اللي كانوا عاملينها من البلاستيك، دلوقتي ظبطوها خلوها ألمونيوم وظبطوا الفرامل. دلوقتي يا جماعة بقت قوية، كله ملاحظ الكلام ده. يعني
فرامل الألمنيوم 3 قطع، دوت الجانت الأمامي هرمي، من الألمنيوم الأسلاك طبعا أسلاك حديد، نيجي بقى لسؤال مهم، وزن الأور 800 ووزن الـ 420 أور ووزن الـ 500 والكلام ده كله، إن شاء الله هنحاول نعمل لكم مقارنة بين التلاتة في حلقة جاية. يعني ده السرعة بتاعتها هي ألمونيوم جوي تك، ماركة كويسة بتنزل في ماركات على فكرة، دي الجوي تك دي بتنزل في، يعني ممكن تنزل لك حاجة جاية من بره مثلا في جاينت، الجانت سلس نوعا ما تمام، ده الجانت الخلفي برضو، السرة كاسيت جوي تك كاسيت ده هو اللي يعني تقدر تشغل عليه شرائح من التروس، تحط بقى 8 تحط 9 تحط 10 زي ما انت عايز. الكاوتش بتاعها كندة طبعا، الار 800 الكاوتش بتاعها ناشف شوية، كندة ميد ان شاينا كاوتش ناشف حبة يعني، ولكن برضو ايه كويس مش هنقوله عليه وحش يعني. ده الجشمة الخلفية او ماكينة السرعات الخلفية شيمانو كلاريس زي ما احنا شايفين، وديت التروس شيمانو، الترس الصغير 11 على ما اعتقد يعني، ودي كمان تابوس مزودة بدوفر. يعجبني جدا الناس دلوقتي ما شاء الله، الناس بتيجي دلوقتي معاها مغناطيس ومعاها بيقول لك فيها دوفر ولا ما فيهاش دوفر، الواحد بيفرح جدا ان الناس بدأت فعلا يبقى عندها وعي علشان ما يجيش اي تاجر يغشك يعني، فلكم طبعا كل التقدير والاحترام. دوت الجشمة الأمامية شيمانو كلاريس، والبوتوم براكت على نظام أكس مشرشر أو أكس كوبايات، مش على نظام إيه بيليو كده. طيب ده المظهر بالزاوية البعيد للدراجة، الزاوية البعيدة، وأنا على فكرة يعني ركبت الدراجة ديت وجربت الفرامل، لقيت للأمانة إن فراملها اتحسنت كتير، ولما قلت في فيديوهات سابقة إن الفرامل تعبانة كنت كان عندنا برضو كميات من العجلة وبنبيعها، زي ما عودناكوا احنا دايما بنقول المزايا والعيوب، مفيش حاجة بتنزل كده بدون عيوب، مفيش حاجة بتنزل كلها مزايا تمام، لكن احنا للأمانة بنقول لك دي فيها كذا وعيبها كذا وسعرها كذا، منحبش نطبل او نشكر في حاجة بنبيعها يعني لمجرد اللي انت بتبيعها. طيب بالنسبة للجالاكسي بقى، هي بصراحة حسنت جدا من يعني بتطور من نفسها، وكمان السعر منافس لماركات كتير جدا، يعني انا زي ما قلت لكم يعني عجلة زي دي شوف كده نفس المكونات في ماركة تانية يعني بدون ذكر اسامي، مثلا هنقول لكم كده يعني مثلا جالاكسي دي ايه صيني، طيب ترينكس فورمات اتوم تيبرو كل ده صيني، صيني من الدرجة اللي هي الدرجة اللي هي فوق متوسطة أو متوسطة يعني، الخامات بتبقى كويسة. هل في الماركات دي
لو نازله بنفس مكونات الجالاكسي بتكون زي سعر الجالاكسي. يعني السعر بتاع الدراجه ديت متوسط، نقول مثلا من 4950 لحد 5300. جميل، 5300 لحد 4950. شوف بقى لو في درجة تانية في ماركة تانية صيني زيها برضو، هل سعرها هيكون منافس للجالاكسي؟ سايب لك انت الإجابة. ودلوقتي مفضلش معانا غير السعر. السعر ان شاء الله لعملاء بايك كلاب ولمتابعي في القناة هو حصري 4950 بدل من 5300 و5200 والكلام ده كله. احنا هنديها لك ب 4950 زائد هديتين انت بتختارهم من 5 حاجات احنا بنخيرك ما بينهم، فانت بتختار هديتين للدراجة كمان. يا رب يكون الفيديو افاد كل حد نفسه يشتري الجالاكسي الار 800، وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديوهات السابقة، بالذات فيديوهات الصيانة هتستفاد بإذن الله.